أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضلاً وليس أمراً، اشترك في القناة وفعل جرس التنبيه لكي يصلك كل جديد. من يتذكر ذلك التلميذ الجزائري بوزناد عماد الذي توفيت والدته رحمة الله عليها أثناء اجتيازه امتحان شهادة البكالوريا؟ عماد اليوم يتحصل على شهادة البكالوريا بمعدل 13.26. ملامح وجهه تلخص كل شيء، لكن هذه هي سنة الحياة. عماد أوفى بوعده لوالدته وقال يومها: يا رب إن شاء الله ندي الباك وتفرح لي يما في قبرها. رحمها الله، إن لله وإن إليه راجعون. نتمنى لك التوفيق في المجال الدراسي يا عماد.